رغم انه سلسلة الرينو 5 من اوبو ما صار لها اكثر من شهرين على الاعلان الرسمي، صار لها حوالي اسبوعين واقل من انطلقت رسميا بالشرق الاوسط، لكن الجيل الجديد من عدها وتحديدا الاوبو رينو 6 دخل مرحلة الانتاج والترخيص بالصين لاطلاق الجهاز خلال الاشهر القليلة القادمة. شنو اخبار هذا الجهاز وشنو مواصفاته وشنو التغييرات اللي راح تكون به، والاهم ايش سعره التقريبي؟ هذا اللي راح تعرفوه بهذا الفيديو. مرحبا، انا حسن من قناة تك تايم واهلا بكم في فيديو اليوم. اهم ما تسرب عن الاوبو رينو 6 مفاجئ بصراحة، والمعالج تحديدا اللي اكدت وثائق تسجيل الجهاز انه راح يكون من ميديا تك، وهو الدايمنسيتي 1200 الاحدث بمعمارية 6 نانومتر واداء قوي جدا، راح يجعل هذا المعالج الجهاز بسعر ارخص وبأداء قوي افضل من سناب دراجون 865 او مقارب له واقل من 888 في مجال السي بي يو. اما في مجال الرسوميات فبطاقة الرسوميات هذا المعالج من ميديا تك هي المالي جي 77 ام سي 9 اللي تعتبر اضعف نوعا ما من بطاقة رسوميات معالج كوالكوم الادرينو 660 حوالي 15%. فكأداء الرينو 6 راح يكون ممتاز جدا وقوي، وتقدر حتى تقول عليه فلاكشيب ممتاز الا شويه. ايضا الجهاز راح يجي بشاشه ستاندرد من اوبو سوبر اموليد مقاسها 6.43% انش، ترددها 90 هرتز، استعملتها اوبو بالعديد العديد من اجهزتها خلال السنتين الماضيه. سعه بطاريه الرينو 6 هي 4200 ملي امبير، لكن راح تجي مع شحن خارق بقدرة 65 واط وبنظام سوبر فوك تشارج 2.0 الأحدث اللي ينطيك فل شحن لهذه البطارية خلال أقل من 39 دقيقة. أيضا عندك بصمة ضوئية تحت الشاشة كنظام أمني وبيومتري للحفاظ على خصوصيتك بالجهاز. الأوبو رينو 6 راح يجي برام واحد من الجيل الرابع LPDDR4 وبسعة واحدة هي 8 جيجا، أما الذاكرة فراح تكون بخيارين 128 و256 جيجا، لكن من طراز قديم نوعا ما هو UFS 2.1. مصنعية الجهاز أصدقائي راح تكون من الزجاج وبإطار من الألمنيوم. الجهاز راح يعمل بالأندرويد 11 وبواجهة أوبو الأحدث الكالر OS 11.1. تصميم الجهاز راح يكون مقارب للرينو 5 مع بعض التغييرات. النحافة أيضا موجودة ومحافظة عليها أوبو في كل أجهزتها. الغريب بهذه التسريبات هو السعر التقريبي للجهاز اللي راح يكون بحدود ال $520 أمريكي. هذا السعر يعتبر مرتفع جدا، لكن ما نعرف هل هذا هو سعر نهائي أم السعر داخل أحد الأسواق اللي تم تسريبه منها وتحديدا الأوروبية. أنتوا شنو رأيكم أصدقائي بالأوبو رينو 6؟ شنو رأيكم مواصفاته وتحديدا المعالج؟ شاركوني براكم وتعليقاتكم وأشوفكم بالفيديو الجاي. في أمان الله.